تاريخ مدينة قسنطينة المتراكم على مر الأزمان في متحف سيرطة ستجد فرصة للولوج إليه. ما عليك إلا اقتطاع تأشيرة المرور والتجوال عبر أي العصور شئت. في إطار الشان نقول لكم باللي متحف سيرطة هو عبارة عن 1.8 مليون سنة من تاريخ المنطقة والجزائر. مرحبا. يتيه الزائر في جنبات متحف سيرطة بين تماثيل رومانية، عملة بيزنطية، ومخطوطات إسلامية. وفد الكاف جال بأجنحة المتحف، تلقى شروحاً عما يحتويه، وأبدى إعجابه بمكنوناته. الشخص اللي شدتني هي الجمال متاع المدينة متاع قسنطينة. أول مرة نجي لقسنطينة واكتشفت مدينة فائقة الجمال، خاصة في الهضاب وفي الجغرافيا متاعها وفي الأخضرار، ذكرتني بمدينة لوزان في سويسرا. لا بون سوربريز هي لا ديكوفيرت دو لا فيل دابور. أون بلوس je remercie infiniment le comité local d'organisation de la chaîne اللي nous a permis d'organiser cette visite اليوم. ونحن في المتحف، متحف غني ما شاء الله بأشياء عدة تظهر مختلف الحضارات اللي مرت على قسنطينة وعلى شمال إفريقيا كله. زوار قسنطينة صغارا كانوا أو كبارا يأسرهم المكان بعراقته وبما يحتويه من معالم وآثار تؤرخ لمختلف العصور. رؤية هكذا متاحف في قسنطينة أمر مذهل. متحف سيرطة يسافر بنا عبر التاريخ. إنه أمر مذهل حقيقة. لقد استمتعت بجولة في هذا المتحف وأحببت كل لحظة قضيتها داخله. تؤرخ هذه الآثار والحفريات لقرون خلت لحضارات عمرت في الجزائر، منها حضارات الويندال والرومان والعثمانيين، كما توثق حقبة الاستعمار الفرنسي. هو واحد من أكبر متاحف إفريقيا وفق تصنيف اليونسكو.